اهلا بيكم مره تانية. عايز النهارده استعرض معاكم تجربه شخصيه لعمل فصل الوان لتصميم بلون واحد لصوره فوتوغرافيه مليانه ملامس، حابب ان انا احولها بلون واحد عشان عايزين نطبعها على تيشيرت بلون ابيض، بلون واحد هو مثلا لون الاسود او اي لون ايا كان اللون اللي احنا هنختاره. لو انت حابب تشوف معايا تجربتنا دي خليك معانا، وان شاء الله في الفيديو دوت هنشرح بالتفصيل الطريقه اللي احنا بنتكلم عليها، سواء انت كنت مصمم محترف او مبتدئ. ان شاء الله هنبدا مع بعض كده خطوه بخطوه، كل التفاصيل هتشوفها في الفيديو النهارده. لكن قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عندك اي تعليق او اي ملاحظه او اي سؤال سيبه لي في التعليقات تحت الفيديو، فأرى فرصه اكيد انا هرد عليك، ولو حتى اقدر ارد عليك بفيديو يجاوب على سؤالك ان شاء الله مش هتاخر. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. الجزئيه اللي زي دي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي بتاعت اللون الواحد، صح؟ لان احنا الجزء اللي هنا ده انا دلوقتي وريتكم ازاي نعمل تكست، يعني انا بس هقعد ادور على الفونت، او لو ما لقيتش الفونت فانا زي ما قلت لكم هحتاج ان انا ايه امشي بالبين تول وارسمه من جديد، ما عنديش مشكله، ما فيش مشكله. الصوره دي بقى، الصوره دي عايزه تتظبط الاول، يعني نسبه التونات بتاعتها، تمام؟ يعني الاول انا محتاج اقصها، صح؟ محتاج ان انا ايه اقص الصوره دي، يعني خلينا نتعامل مع التصميم ده. خلاص التكست ده امره بقى يعني امره بسيط، مش عايزين نعيد تاني الكلام فيه، فخلينا نتعامل معاه بس ان هو ايه المفروض ان هو الجزئيه دي هي اللي فيها المشكله، صح؟ فانا هحاول اجيب مثلا دي كده بالبرسبكتيف كروب تول كده هنا اهي، هدوس انتر، ادي ايه دي اتعدلت معايا بالطريقه اللي احنا شايفينها. خلاص طبعا انا محتاج ان انا اظبط الاضاءات بتاعتها، فنقدر بالكاميرا رو، او حتى لو احنا دخلنا من هنا كده وانا بدات اجيب الايمج وادجستمنت وبرايتنس وكونتراست مثلا، وبعدين بدات ايه ازود الكونتراست كده شويه، مثلا احاول مثلا اظبط الاضاءه شويه، تمام؟ اه دي هافتونات، دي ما فيهاش حاجه، هي هافتونات، تمام؟ طيب انت كمان الخرفشه دي عايزها، فخلاص خليك شغال زي ما هي. مش عايز الخرفشه دي فممكن تخش على فلتر زي ما احنا عملنا قبل كده، وكاميرا رو، وانا قلت لكم ان الكاميرا رو دي ممكن اعالج الديبز اللي موجوده دي، ممكن انعمها شويه لو حتى حاسس ان هي عايزه تخشن ممكن اخشنها، ممكن اعمل مثلا الكالر نويز ريدكشن دي احاول اقلل شويه، ممكن اخليها حتى تبقى شاربنج شويه، كل الاعدادات تظبطها زي ما انت عايز، المهم ان احنا في الاخير ايه نوصل للشكل المطلوب من الصوره. طيب عشان نعمل ده فكل القصه ان انا هخش على ايمج، ومن ايمج هاخد مود، ومن مود اروح على جري سكيل ديسكارد، بعد كده هرجع تاني من ايمج ومود وبرده هاخد ايه بيت ماب، وعند البيت ماب زي ما قلنا الاوت بوت بتاعي دايما بيبقى كام؟ 300. خلاص اوكي، هنا حطينا الشبكيه بتاعتنا بزاويه الميل اللي احنا عايزينها بالشكل بتاعي راوند، بقول له اوكي. اتحولت دي بقت ايه يا جماعه؟ بقت النقط اللي احنا شايفينها دي الشبكه ايه؟ اه ده مثلا انا حاطه ده 40. خلاص لو حد فيكم بيخش على رمزتا او عنده هيخش يلاقي الستاندرد بتاعه 30 كمان مش 40، هو اصلا محتاج اجرب برضه، محتاج اجرب. انا مش عارف انت حرير عندك كام، انا ممكن الحرير 40 ده ممكن يشتغل معايا حرير قليل، ال 40 ده مش الحرير دي النقط، لكن الحرير بقى اللي انت بتعمل عليه ما ينفعش يبقى 40 77. اه عايز عالي، عايز حرير اعلى، واخد بالك؟ يعني من 40 تشتغل على 77 او اي حرير. اه هتشتغل، يعني هتشتغل معاك كويس، هتبقى مريحه معاك 40 30 30 هتبقى مريحه جدا، تمام؟ تبقى انت ضامن كل حاجه، بس هتبقى خشنه شويه، يعني حسب برضه انت عايزه خشن ولا عايزه ناعم، فانت بتنعم بقى، كل ما تزود الرقم كل ما تنعم اكتر. بس فدي كده ايه، ادي خلصت الجزئيه دي بتاعتي، فانا كل القصه بس ان انا محتاج اخدها واحطها فين؟ مع الجزء الثاني اللي انا شغال عليه اللي كان فيه التكست. بس برضه هرجع تاني واكد، اذا كان عندك الضغط فيه مشكله او العجاين فيها مشكله او الشبكيات فيها مشكله، خلي التكست لوحده، لانك التكست ممكن تعمله لو كان تخين زي ما احنا شايفين كده، انت ممكن تعمله على حرير قليل، حرير 40، تمام؟ ودي محتاجه حرير عادي، فدي خلي بقى دي شابلونه ودي شابلونه، والاثنين على الرغم منهم لون واحد، على الرغم منهم ايه؟ هيتبعوا لون واحد، بس انا لما افصل دي في شابلونه وافصل دي في شابلونه هبقى ضامن اكتر النتائج اللي بتطلع معايا، لان لو ده محتاج مني سحبه واحده هعمله سحبه واحده بس هيطلع كويس، لكن ما بقاش انا بعمل سحبتين لون ولا ثلاث اربع سحبات لون عشان انزل التكست اللي هناك العريض ودوت ينزل معايا مشلفط، فهمتوني يا جماعه؟ فدي الفكره، انا عايز اضمن نتيجه، فممكن استغنى عن ثمن شابلون عشان يطلع معايا الشغل مظبوط، لان هنا مثلا الشغل ده عايز سحبه، عايز سحبه كده يعني ايه ضغطه كده واحده رايح مثلا بالكتير قوي لو انت رجعت مره، لكن التكست هناك تلاقي حتى الناس في المطابع ماسك البتاع رايح جاي بيديها كام، مش فارقه، ما هي اصلا مساحه، هو ايه مش قلقان منها مع الهاف تون، لا ده عايز مثلا ايه سحبه مع مسحه وتراجع والموضوع انتهى على كده، تمام؟ فعشان كده بفضل ان انا ايه لو في هاف تون بنفس لون المساحات، هو نفس اللون هتبعه
بس اخلي دوت في شابلونه واخلي دوت في شابلونه ثانيه. تمام كده؟ طيب كده فيها مشكله دي؟ ما فيهاش مشكله. طيب اخر واحده عشان نبقى بس عدينا على كل اللي احنا بعتناه امبارح ليكوا دولت، دي كده هي هتتعمل بنفس فكره التكرار اللي احنا عملناه ده، مش هتلاقي لها تكرار، مش هتلاقي لها تكرار، التكرار ما جاش هنا في التصميم. ما هي بصي، بصي انا مثلا لما بمسك الوحده دي كده ابص عليها، الوحده اللي هنا دي لما ابص عليها بلاقيها هنا وهنا، تمام كده؟ فالمنطقي ان انا الاقيها مثلا هنا، فممكن اقول اه ده ينبعجت شويه، لكن انا مستني اللي هنا مش لاقيه. هو اصلا مساحه التكرار شكلها اكبر كمان من مساحه التيشيرت، اكبر بكتير من مساحه التيشيرت. ما هي معايا بقى، انا لازم فيها ايه؟ لازم فيها حسن تصرف، او لازم فيها تصرف من عندي. هي لما بتبقى الوضع كده يبقى لازم ايه؟ انا اتصرف فيها من عندي، لان حتى كمان لما نبص كده نركز هنلاقي مثلا الجزئيه دي كده في راكب فيها حاجات غريبه كده، يعني مش بنفس حتى التوزيع الباقي. بصوا هنا يعني واسعه شويه لكن هنا متضيقه قوي. انا مثلا ممكن ابتدي اخد بقى بالطريقه اللي احنا قلناها، هاخدهم كعناصر وابتدي اوزع، ومع التكرار ابتدي اشوف هي شكلها بيطلع ازاي، وبحاول اطلعها بقدر الامكان اقرب ما يمكن للشكل اللي موجود عندنا. بس انا لو بعملها انا ممكن إيه؟ زي ما قلت لكم، حتى لو خدت دول كده، يعني لو خدت دولت، بس انا كنت محتاج ان انا الاقي حاجه الحاجات متكرره، مش عارف اجيبها متكرره. فعشان كده زي ما بقول لكم انا لازم بقى ايه، هبتدي افتح انا المساحه شويه واحط العناصر بتاعتي، ومع التوزيع ابتدي اشوفها بقى. خلاص. وطبعا العناصر دي مرسومه، في منها اللي مرسوم بالبين تول، وفي منها اللي كان مثلا تكست، يعني الفي ال دي ممكن يكون كان فيه تكست وهم مركبينه على بعضه ومعمول على طول. بس انا ما اكبش عليكم، يعني مش هتعب نفسي في البحث عن التكست، انا هسيب فكره ان انا اعرف اعمل سيرش على التصميم او على الوحدات دي. هو خدوا بالكم برضه الصح ان انا اعمل سيرش بالوحدات مش بالتصميم. يعني انا اخد كادر على دي لوحدها واعمل سيرش عليها، اخد كادر مثلا على دي لوحدها واعمل سيرش عليها. بس انا شايف ان لو رسمتها باصلا، انا فاهم قصدك ايه، بشتغل مع الايه، مع القطعه اللي معدوده وبرسمها بسرعه جدا فبتخلص على طول. الوقت اللي احنا بنتكلم عليه دوت، ان انا هروح اعمل فيه سيرش اكون انا مسكت دي وعملت كده مثلا، يعني في حاجات بتبقى لون فارش فيها وهي برضو مش مرسومه كده، هي لسه في كيرف من جوه كده وما اعرفش، وهي فيها كيرف فيها دايره. بس يعني عايز اقول لك ان هو ايه، لا انا برضو ممكن احط بسرعه وتطلع كويسه يعني. بس الفكره ان احنا محتاجين ان احنا نرسمهم. انا مش شايف فيه هفطر شغل قدام، لا مش شايف فيها هفطر خالص، هي مساحات. يبقى انا شايف ان الافضل ان انا اعمل فين؟ الستريتور بقى، لا نروح على الستريتور ونرسم. ما اصلا حتى خلاص، والكارو برضه يترسم هنا، الكارو برضه يترسم هناك. بس انا بس حبيت ايه فكره الجايد كده، يعني بسرعه احنا نقولها يعني في النص. وبعدين برضه خدوا بالكم، انا برضه في ناس كتير قوي بعد اقول لهم بيتعمل كده بيقول لي طب معلش ما نعرفش نشتغل غير بالفوتوشوب، اشرحوا لنا بالفوتوشوب بس. فمش كل الناس بتعرف تشتغل على البتاع. خلاص كده، كده في مشكله يا جماعه.